السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم وين غادي نتكلموا على مجيد بوقرة. مجيد بوقرة ربد الإعلام تاع الجزائر، خدم منا بصح كي تبقى تشوف مادة لا أراضي، ما قال أنا لعبت، ما قال أنا في الدوزيام تور، ما قال انا اهلتكم البنت تاعي كوم شي انا ولا ترى نورمال. كمل كارير تاعو كلاعب، دخل باش يدير تاريخ كمدرب. يا سيدي انا ود ذاك الحي، انا قلت انا منك نيجي يهضر نيجي يهضر، يقول لهم انا كنت نشكر في بالماضي، انا الاول كنت نشكر في بالماضي، ومن بعد انت شكروا ولا ما تشكرش نورمال. لازم يكونوا عندكم مبادئ نورمال، يا شكرتو صحة ما شكرتو صحيك نورمال، مكاش عيب، مكان لا عيب لا والو. هاو نتوما طايحين كيما هاكا خشاب، انا ود الكارتي فلاني، انا متخرج من يا صحيك. الناس لعبت كوب دي موند، ناس تريبلات الغاشي، البنت تاع بوقرة مع رونجيس قلع من الغارديا مركاها، لونتينير تاعو شاد راسه تريبلاهم قاع ومركها بنت، ولا ما امنتوش روحوا عاودوا شوفوها. صح جاي تا يضرب هدايا، وانا دربت وانا لا لعبت ولا دربت، ها نورمال. ها صحيح ما عندكش الحظ باش تكون مدرب في اي فئات في المنتخب الوطني، صحيح خلي لي جاي يخدم. هاو نتوما مي جاب زوج تاع لي زيسبانيول ولا ما تحضروش؟ شي جاب زوج تاع لي زيسبانيول، هاك جاب لكم الكاراس انا ما تحضروش، وجاب لكم في داركم في الديتيال ديالكم داك القاوري انا ما تحضروش. ياه هاكو هدرتو، هاو نتوما بي شتو نتوما شتو بوقرة قال حامي بغيتو تحاماو فيه، اي رايك نورمال، نحترمو الراي تاعكم، بصح راي يكون انتقاد بناء، يكون انتقاد نقد بناء، يكون النقد البناء، مشي تروح تطيح له المورال تقول ما عندي اودي ما عندوش تا كي ما عندوش كي ما عندوش كي اي هاكا راه جاي صار. ها نتوما مي كنتو لاهيين لي زافير والاراضي ودي من ودي من ودي من، هو كان يخدم كان يقرا ونجح بالماضي، عرفوا جابه باش يعاونه باش يعاونه بالماضي، ما عندوش بالك الوقت باش يشوف البطوله الجزائريه، شلنا بالماضي ما يشوفش البطوله الجزائريه، لي ماتش لهنا لي دار بينا ما شافهمش. انا تبان لي بلي جاب بوقرة في طوع يعاونه يشوف له البطوله الجزائريه هذه. انا كي هدرت نهار الاول قلت لهم تمنيت بطولة للعاب الفريق المحلي يعطوه العمراني ولا نغيز، هذو زوج يعرفوا البطولة الجزائرية، والإيفان تروا يعطوها البوقرة. أنا تمنيت كيما هكا الإيفان تروا يعطوها البوقرة، عنده أحبابه في الخارج يعرفوا لاعبين مواهب، منها يجيب لعاب يجيبه صغير المنتخب الوطني نستغلوه، وزيد يكون هنا فانيك في الفئات في اللعاب المحلي، يزيد يطلع لعاب محلي منا انسجام ونلعبو. هذه تمنيناها كيما هكا بصح ما عليش، احنا المهم ننجحو، المهم ننجحو. وهذا الرد تاعنا بالنسبه لكل واحد وين قال بوقرة ما يستحقش يكون مدرب منتخب محلي، وين نقولوا هذا هو الماجيك مجيد بوقرة المولود 1982، 37 سنة فقط مع المنتخب، ثامن أكثر لاعبين في تاريخ حمل القميص المنتخب ب70 مباراة، قائد سابق للمنتخب الوطني الجزائري، شارك مرتين في كأس العالم، صاحب التأهل لمونديال 2014، فاز بجائزة أحسن لاعب جزائري سنة 2009 و2010، ومن بين أهم اللاعبين الذين
أعادوا الجزائر إلى خريطة كرة القدم في تلك الفترة ضمن التشكيلة المثالية للكاف لعام 2010، ضمن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا 2010 مع الأندية. نتكلموا مع الأندية، لعب بوغرة مع عدة أندية أبرزها عملاق إسكتلندي غلاسكو رونجرز، ولعب أيضا للداخلية القطري. وهذه نعطوا نبذة صغيرة برك، الدور الإسكتلندي 3 مرات، كأس إسكتلندا مرة واحدة، كأس رابطة إسكتلندا مرتين، جائزة لعاب سنة في رونجرز دا أحسن لعاب في رونجرز 2009 ضمن الفريق سنة للدور الإسكتلندي مرتين، جائزة أحسن هدف في إسكتلندا عام 2010، واللي ما يأمنش يروح يشوف هدف مارادوني. دور القطري مرتين، كأس ولي العهد مرة واحدة. كمدرب ماجد بوغرة، وإن إضافة تجربته كلعاب، فهو يملك جميع الشهادات اللازمة ودرس وتكون في مهنة التدريب، يعني ماشي من جماعة أزدنبرك، ماشي آشيو ولا جماعة اللي كانوا يدوهم يخسروا في الدراري صغار. بدايته كانت بعمر 34 سنة مع الرديف نادي الداخلية القطري، في نفس الوقت كان بالماضي مدرب داخلية، يعني متعودين يعملون معا، وبالماضي كي اقترحوا تما كان على باله بخدمته وشافوا ومشي غير من راسه جابه. حقق الدور القطري للشباب مرتين، ثم درب الفجيرة ولا ما يسموها القطرية الإماراتي لمدة سنة، والآن تم تعيينه مدرب للمنتخب المحلي، وهدفه الأساسي تتويج بشان 2022 في الجزائر. ونحن معك يا بوغرة. تقول لي ما يعرفش البطولة، نقول لك عنده عامين كاملين وين يشبع البطولة تاعنا، عنده عامين، مازالوا عامين حتى يكره كما كرهناها كاع. وزيد المدربين الفرنسيين اللي راهم في الأندية، وهل يعرفوا البطولة المحلية ولا كيفاه؟ نقول لكم تقول لك ما يعرفش البطولة المحلية، البطولة اللي راهم يجيبوهم بالخاب، يجيبو عمره لا درب في لافريك، يجيبوه ديرت يحطوه هنايا دب 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 يقلب نادي، يعرف ما يعرفوش. واحد ما هدر على هذوك، شنو واحد ما هدرش على هذوك. تقول لي كاينين خير منه في البطولة البيع والشراء، معليش كل واحد يجيب السي في تاعو وبالمراس تاعو ويجي يقابلو. احنا في الاخير نقولوا بالتوفيق للماجيك محبوب الجماهير، يعني لعاب هذا وين عنده بلاصه في قلوب الجزائريين. ماجد بوغرة مكاش اللي يبغي، مكاش اللي ما يبغيش، وان شاء الله ينجح ورانا معاه ان شاء الله برب. وتحيه الجزائر، وما تنساوش بارطاجونا لي فيديو تاعنا ماكسيمو، وتحيه الجزائر. صحيتو مليح زوميت الاول هذا زابشي تاع لافاف، زابشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي راسها، يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في تير. زابشي انت 1000 قطار لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في تير. زابشي انت 1000 قطار، زادشي انتي 1000 قطار، زادشي انتي 1000 قطار، زادشي انتي 1000 قطار، يدي 1000 قطار في الـ في الـ في الـ في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشا وام الزبوج، الرشا وام الزبوج. الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم،
وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي، ها هم هنا يجوا يدوا الأرض ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، فيه هنا يجوا يدوا الأرض ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.